المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. اتدرى مفتش الشرطة ممتاز يعمل بولاية أمن مكناس زوال اليوم الأحد باستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شقيقين من ذوي السوابق القضائية يبلغان من العمر 24 سنة و 35 سنة، كان في حالة اندفاع وتخدير قوية، وعرض عناصر الشرطة والمواطنين للاعتداء جد خطير باستعمال السلاح الأبيض. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هؤلاء المشتبه فيهما أحدث فوضى بالشارع العام، كما عرض أحد الأشخاص للاعتداء الجسدي، كما أنهما واجها عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالحجارة، مما اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين في السماء، وهو ما مكن من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيهما. وأضاف البلاغ أنه قد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما. شكرا على حسن الإنصات والمتابعة.